معنا الأخ جون من البحرين. أهلا وسهلا أخ جون، أنت معنا على الهواء. أنا سعيد كتير بالتواصل معك، من فترة طويلة ما تواصلت. أهلا وسهلا أخ جون، شكرا كتير. في الواقع أنا حبيت أنوه لموضوع اليوم. قرأت آية في متى 16 إصحاح، متى 16 عدد 14، فإنه إن غفرتم للناس زلاتهم يغفر لكم أيضا أبوكم السماوي، وإن لم تغفروا للناس زلاتهم لا يغفر لكم أبوكم السماوي. هنا يعني نشوف إنه الرب يعني معطي مساحة كبيرة للغفران وللتذكير بأنه يعني ما في يعني بنفس ما تقول بخطوط الرجعة. كثير ما في يعني بنشوف احنا في الإسلام انه هناك ما في خطوط رجعة او ما في خطوط للتوبة زي ما بيحكوا. وحبيت انوه بالنسبة للآية، معنى السيف هو شيء جئت لألقي سيفا، او يعني هو بمعنى رمزي بيكون ان بيتجسد بانه جئت لألقي شيء من الحق يعني، او من الفصل او التفرقة بين الامور. صحيح صحيح أخ جون. ألو أيوة أنا سامعك، فعلا هو السيف يفصل يفرق بين الأمور. بالضبط أبونا، فما كان معناه يعني بشكل حرفي إنه هو سيف، وزي ما تفضلت أنت ما كان في السياق اللي قبل يعني إنه جاي في سياق حرب أو تحريض، زي ما الآية الموجودة في القرآن بتقول يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، هنا زي بيأمر انه يفتعل تحريض وكذا. فالمعنى كان هون رمزي لتفصيل يعني جئت لألقي حقا ولكن اخذت بالسيف، لانه السيف يعني رمزيه للفصل او للقطعيه او للبت في الامور. مزبوط مزبوط، يعني فعلا كلامك صحيح يا أخ جون، كلامك صحيح. أخ جون أنت لما أمنت هل واجهت هذا السيف؟ طبعا لا، أنا أمنت بالرب يسوع بحكم أني أنا شعرت بشعور من الرحمة اللي لم أكن لأجده في الإسلام يعني بصراحة. وأنا تركت الإسلام بسبب أنه دين يعني يعتبر يحرض على الإرهاب أو العنف أو يعني السادية فيه، بس المسيح يعني السيد المسيح ربنا يسوع المسيح لم يؤمر، يعني كان يعني جاي ليبلغ رسالة، ولا أي حدا من الرسل راح خاض حرب أو يعني رفع سيف على حدا عشان يؤمن يعني. وحضرتك قلت في الإصحاح اللي قبل لما الرب يسوع يعني كان بيتجه إلى إنه يعني سيسلمه يهوذا، فأمر بطرس قال له أعد سيفك إلى غمده، إلى غمده، فكل من يأخذه السيف به يهلك. فالرب يسوع هنا كمان يعني بيواجه ويعلم مصيره، فحتى في هذه في يعني في أصعب المواقف لم يأمر يعني أتباعه باستخدام السيف. هو صحيح هو جاي كمان هنا يعني نشوف الكتاب المقدس بيأكد نبوءة في العهد القديم عن ملك إسرائيل، بس كمان في هذه اللحظة ما طلب منه إنه يعني يستخدم السيف أو العنف. أيوة. وكمان هنا أنا بدأت بالإصحاح اللي هو اللي في متى، وفي طلب منهم الغفران، ويعني لما طلب من الناس أنها تغفر، فلا يمكن إنه شخص جاي مثلا ليلقي سيف إنه يعني بيطلب الغفران. أنا المشكلة ضاع مني النص، بس الفكرة أنه هو بيأمر بالناس بالغفران وبالمسامحة، وهذا شيء لا يحل يعني
لا يحظى به شخص حامل سيف، يعني حامل سيف جاي ليقتل، ما هو فكيف احنا بنشوف انه نعم. هذا الالصاق في الرب يسوع. شكرا كثير ابونا، اهلين اهلين، شكرا لك حبيبي، ربنا يباركك، ربنا يباركك اخ جون من البحرين.